احنا اتكلمنا على ناكل ايه في رمضان. مهم قوي 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 نشرب ايه في رمضان. يعني الموضوع ده بجد يعني اهميته لا تقل على بناكل ايه نشرب ايه، برضو مهم سواء لنا كاشخاص عاديين وكبار او للطلبة او لاولادنا الصغيرين اللي لسه بدأوا يخشوا في موضوع الامتحانات والشرب والحاجات دي كلها. طبعا انا عايزة ابتدي اقول ارجوكم مشروبات الطاقة اللي موجودة في السوق بدون ذكر اسماء كلها بلا استثناء سيئة ومؤذية، وشفنا حالات مشاكل في القلب عند شباب كتير لانها تحتوي على نسبة عالية جدا من الكافيين، نسبة عالية جدا من السكر، وهما الولاد بياخدوها ايام المذاكرة على اساس ان دي هتديهم قدرة اكتر على التركيز وتخليهم مصحصحين وما يناموش. لا ارجوكم دي حاجات مؤذية، وخاصة ان ثبت ان هي بتدي هذا التأثير بصورة لحظية او وقتية، وبعد كده بتعمل تدمير في خلايا المخ، تدمير في خلايا المخ. يعني انا بأؤكد ارجوكم كأهالي ابعدوا عن مشروبات الطاقة الموجودة في الاسواق، دي اول حاجة. شرب المية اساسي جدا 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 علشان جسم ما يحصلش فيه جفاف، والجفاف ده من اكتر الحاجات اللي بتعمل الصداع، واكتر الحاجات اللي بتعمل التنشن، واكتر الحاجات اللي بتخلي الواحد قدرته على التركيز تقل. فانا بوصي ان احنا نشرب المية. المية اهم حاجة انها تكون مية فاترة، نشرب من حوالي من 8 الى 10 كوبايات مية في الفترة اللي هي من اول ما بنفطر لحد فترة السحور. ممكن اشربها يفضل قبل الوجبات اللي باكلها مش بعدها، لان لما بشربها قبل الوجبات ده بيدي فرصة ان انا اولا ما بقاش جعان قوي فما باكلش كتير. تاني حاجة انها مش بتخفف السائل اللي هو الهاضم للمعدة، اللي هو السائل الحموضة بتاعته بتقل لما بشرب مية بعد الأكل. فأنا بشرب مية قبل الأكل مش بعد الأكل، وبوزعها الفترة اللي هي أنا فاطر فيها من الفطار إلى السهور. نيجي بقى، طب ايه البدائل المشروبات اللي ممكن تساعدنا على ان انا ابقى صحتي كويسة، تساعدني على التركيز، تساعدني على ان انا ابقى مش محتاج المشروبات الطاقة الخارجية. اهم واحسن مشروب على الاطلاق هو الشاي الاخضر. الشاي الاخضر ده له ميزات متعددة. اولا هو مليان حاجات ضد الاكسدة، فبتساعد الجسم على التركيز وعلى الانتباه، وعلى ان الواحد ما يبقاش حاسس ان هو عايز ينام، وفي نفس الوقت بتساعد جدا على ان الجسم ما يحصلش له اي اضرار اخرى بسبب لو انا واكل حاجات فيها مواد مؤذية. دي اول حاجة الشاي الاخضر. الشاي العادي من المشروبات مهمة جدا مشروب الكركم بالقرفة، ممكن احط معاه عسل ابيض. برضو من المشروبات المهمة جدا عصير البنجر. عصير البنجر من اهم المشروبات اللي ممكن نشربها لاولادنا، لان هي مليانه حديد ومليانه مضادات اكسده. ممكن باخد البنجر وبعمله عصير وبأتبله بطريقه لطيفه بحيث ان الاولاد يحبوه. من المشروبات الممتازه جدا عصير الطماطم. الطماطم دي تعتبر ماده ساحره، مليانه مواد مفيده وفيتامين سي عالي جدا، وفيتامين سي ثبت ان هو بيساعد جدا على التركيز وعلى تحسين اداء المخ اكتر من اي مادة تانية. عصير البرتقال برضو من الحاجات المفيدة جدا والمنبهة. الكاكاو. الكاكاو ومادة الكاكاو في حد ذاتها من المواد اللي ثبت علميا انها بتساعد على ان خلايا المخ تزيد والقدرات العقلية بتتحسن جدا. من المشروبات المفيدة يعني هي مشروب على اكل اللي هو الحمص المسلوق اللي احنا بنضيف عليه التوابل المفيدة جدا اللي هي بتبقى تعتبر منها اكل ومنها شرب. طبعا ده الى جانب كل الحاجات السابقة، عصير برتقال، عصير الطماطم، عصير البنجر، الكاكاو، الشاي الاخضر، الشاي العادي، القهوة اللي هي التركي برضو من الحاجات الكويسة، ولكن ما ناخدهاش في الفترة بتاعت قبل النوم على طول، لان ده طبعا بيقلل كفاءة النوم سواء هي او الشاي. وكل سنة وحضراتكم طيبين.